اخر جميل وحلو يعني احنا اتكلمنا في حاجتين تقال شويه في الكلام انما بما اننا في الساحل بتكلم على حاجه جميله وحلوه ما يحدث في مدينه العالمين وانا ساكن في مارينا فانا جنب مدينه العالمين كنت دايما اتكلم على ان احنا ما عندناش فنادق يعني اللي عايز يروح منطقه العالمين دي فيش فندق ينزل فيه والفنادق اللي موجوده محدوده جدا وغاليه جدا غاليه غاليه يعني يعني ارقام اكتر منك لو رحت اليونان لاسباب كثيرة كتيره بقى لانه قليله الاوتيلات لانه آآ 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 الموسم قصير فهو عايز يلحق يرزع ارقام من حقه ما هو هو القرشين دول اللي بيعيشوه السنه كلها فدايما كنت بتمنى ان يبقى في فندق واللي ان انا عايش في مارينا كل ما اخرج مارينا عرفت انه في فندق جنبنا فتح عماره فوق الحاجه و30 دور ايه ده شيء جبار من الابراج الجميله اللي انا بشوفها من الشباك عندي زي ما انتم شايفين كده حاجه وان اوف يعني الشكل ده ما هو البلد ديت ما هو مع المشاكل البلد ديت ربنا مديها حاجات مش موجودة في العالم يعني انت عشان تلقى أوتيل بيطل على المنظر ده عنده الشاطئ ده حاجة مذهلة فقلت أروح أزور أشوف إيه الأوتيل الجديد ده لأنه ممكن يجي لك ضيوف تبقى عايز تنزلهم بيكلمني ناس من لبنان بيكلمني ناس من السعودية بيكلمني ناس من دولة الإمارات عايزين يا عم نروح الساحل الشمالي الجميل بتاعكو الحلو ده العظيم ده ده أجمل على فكرة الأسبوع اللي فات كانت درجات الحراره في الساحل مش موجوده في العالم. عارف يعني ايه؟ في العالم. المنطقه دي اللي هي دي بعد مارينا سبعه فيها اجمل شاطئ في انا ما ببالغش في العالم. واللي يطلع الاوتيل ده فدخلت الاوتيل ايه يا جماعه؟ قال لك ده اسمه رجال هايتس. ده مملوك للدوله واتفتح لسه من شهر افتتاح سوفت كده. ايه الاوتيل ده يا جماعه؟ ايه الشيء العظيم ده؟ ايه الريسبشن الهايل ده؟ ايه آه آه عرفت ان قراصكم هي اللي بنياه؟ حاجه مستوى غير طبيعي، الغرف مستواها انت شايف انت الفيو بتاعتك ايه؟ اولا انت هنا ده دي غرفه من شايف مارينا كلها، انت وانت في اوضه النوم ده اللي انت شايفه وانت نايم ده اللي انت شايفه. منظر لا يتكرر يعني انت لازم تبقى في ميامي تبقى في مايوركا تبقى في ايبيزا انما حب الله مصر انه في منطقه العالمين يبقى فيه اوتيل جميل اسمه رجال تاورز على فكره انا فيها عيب خطير انا الاوتيل بتاعي او اهتمامي بالاوتيل ليه حاجتين اقامه واكل فقلت للناس انا جاي ايه قالوا لي انت بتعمل ايه قلت له بقى افطر عندنا روح تفطر ايه مستوى الاكل ده؟ ايه مستوى البوفيه اللي معمول؟ انا كنت بفطر وكانوا بيحطوا بوفيه الغدا. انتوا شايفين الـ الـ كل الغرف سمارت يعني كلها بتتعمل بالذكاء بتتقفل بالريموت كنترول بتتفتح بالريموت كنترول. اوتيل الاوتيل اللي موجود هناك وهيعملوا جنبيه اوتيل ايضا شقق فندقيه بنتكلم على فوق ال غرفه رقم كبير الساحل محتاجه ادي المطعم تطلع فوق بقى تقعد في الاوضه بتاعتك لو انت في الدور ال 20 في الدور ال والله ما تخرج منها شايف المطعم بيطل عليه انت قاعد بتاكل بتشوف ايه امكانيات البلد ديت مرعبه عاملين عدد من حمامات السباحه غير طبيعيه الشغل اللي عاملاه اوراسكوم وعلى فكره ده مش دعايه لاوراسكوم يعني ولا في ساويرز انما الناس عاملين شيء وجنبيه على فكره اوتيل صغير كان فاتح من اسبوع من من سنتين ثلاثه اللي هو كريستال او الماسه برضه شايفين حمامات السباحه عامله ازاي؟ شيء يخليك فخور انه ممكن يبقى فيه سياحه في مصر بهذا الشكل. انه السائح هيجي مش هقول لك ايه الاوتيل القديم ده ايه الاوتيل التعبان ده وهذه المنطقه تحتاج لهذا الامر حتى وانا قاعد بتكلم مع المسؤولين في الفندق رجال هايتس ده قلت لهم يا جماعه أنتوا محتاجين شغل طول السنه ما هو كمان اوتيل بالضغ... بال طبعا قالوا لي ان عندهم تعليمات واضحه ان الاوتيل يفضل واضح ف... فاتح طول السنه قالوا لي انه طبعا فكنا بنتكلم على سياحة المعارض وساحة المؤتمرات على بقية السنة لأنه طبعا الشهرين التلاتة بتوع الصيف دول آه هيشتغل وحيبقى زي الفل وكل حاجه طبعا دي الشاطئ الخاص بتاعه المطاعم الخاصة بتاعته الطرق اللي رايحة ليه الكفاءات يا عمي قابلت الراجل الشاف اللي هناك المديرين اللي موجودين كلهم ناس اشتغلوا في حاجات عالمية كلهم اشتغلوا عندهم خبرات على فكرة إحنا عندنا البرسونال أو الناس اللي بتشتغل في قطاع الفندقة اشتغلوا في العالم كله فموجودين بيعملوا أداء عظيم فطلبت منهم حاجتين كمواطن وكمستهلك لو سمحتم حافظوا على مستوى هذا الامر ان انت عارف طبعا ان انت بيبقى عندك مستوى عظيم وتشطيبات هائله وصرف كبير ويجب انه يبقى فيه شركات صيانه بتحافظ وجوه اي اوتيل تاني في الساحل مع احترامي ليه ما يجيش ربع الاوتيل ده فدي خطوه جباره وهم خدوا خطوه جريئه جدا ان هم عملوا شركه اداره مصريه وقالوا لي طب ما هو في الامارات بقى في شركات اداره اماراتيه زي مثلا الادرس زي روتانا فهم قرروا انه بقى في شركه اداره مصريه هي التي يعني تقود هذا العمل الجميل انبسطت جدا فرحت جدا انه ده موجود لو تشوفوا يا جماعه المشاريع دي عامله ازاي في ايدك ذهب في ايدك الماز في ايدك وقدامك تحديات ضخمه وكبيره فانت دايما طبعا بتحاول ان انت يد تبني ويد تحل التحديات فهذا امر هام انبسطت جدا طبعا الكبائن اللي معموله قرب البحر الحمامات السباحه اللي معموله على اعلى مستوى ده اوتيل ما فيهوش هزار يعني انت فاهم ازاي يعني ما ما, ما يعني دبي ستايل باريس ستايل لندن ستايل ستايل جميل فانا بدعو كل اخواننا العرب اللي بيتفرجوا وعلى فكره انا بعمل دعايه لبلادي انا بعملش دعايه لفندق عشان بس الناس تبقى فاكره ان انا مثلا يا ريت <applause> <applause> شريك لا ده شريك ده اوتيل مملوك للدوله انا ما مصلحه فيه يعني فانا بدعو كل اخواننا العرب اللي بيتفرجوا عليا دلوقتي تعالوا الى رجال هايتس تعالوا إلى ريكسوس، تعالوا إلى آه العالمين سيدي عبد الرحمن، تعالوا إلى الفنادق الجميلة المحترمة اللي موجودة على هذا الشاطئ الجميل. عمرك، شوف بقى أنا بتحدى، عمرك ما هتلقى مية زي دي هتقول لي اللون ده موجود في اليونان؟ طب انزل كده شوف المية درجة حرارتها عاملة ازاي. المية بتاعتنا يا جماعة معمولة على درجة حرارة الجسم. ربنا عاملها لك على درجة انزل كده في اي شاطئ في اليونان تكتك واطلع انزل في اي شاطئ في اسبانيا تكتك واطلع دي انزل واتمتع معاك اطفال حينبسطوا يعني انا لن يعني ازهق ولا اقلل من دعايتي لهذه الاماكن الجميله عايزين سياحه والحمد لله مطاراتنا اللي موجوده هناك العالمين وبرج العرب موجودين وتيجي ليهم رحلات سياحيه وننبسط جدا